رئيس السيسي يؤكد ضرورة استمرار جهود معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وأن تنعكس النتائج المالية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين. الحكومة توافق على إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقرر تحمل فروق التعويضات عن المقاولين نتيجة فروق تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان الاجتماعي. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وتحقيق المصالحة الوطنية. ثامنة مساء هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما إخبارية جديدة نقدمها من النيل في القاهرة. أهلا بكم. وإلى التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل الاقتصاد المصري يعاني منها لعقود، مشددا على ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما من خلال مواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عمرو الجرحي، حيث وجه الرئيس بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة. وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017-2018. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. يعني دكتور رشاد، يعني معالجات تصب في صميم كثير من المشكلات الاقتصادية الجادة التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، من خلال ما تفضل به الرئيس السيسي حول هذه المعالجة لكثير من أوجه الاختلال الهيكلي الاقتصادي في مصر، يعني كيف تنظرون إلى هذا المنحى؟ طب نوضح للناس ايه هو الخلل الهيكلي اللي موجود واللي الرئيس اشار اليه. وانا عاجبني ان الرئيس مهتم قوي بالقضيه الاقتصاديه، لان مشكله مصر في الحقيقه هي مشكله اقتصاد، لا مشكله سياسه ولا مشكله اي ابعاد اخرى، الاقتصاد مهم جدا. فعشان كده لما تيجي تلاقي دوله ان فيها الاستهلاك اكتر من الانتاج ده خلل، لما تلاقي ان الواردات اكتر من الصادرات ده خلل، فدي مؤشرات بتقول ان الاقتصاد مش مظبوط، مش ماشي بالمعادلات اللي المفروض تكون ماشيه عليها. فعشان كده الرئيس سيد الرئيس بيقول للناس المسؤوله سواء القائم بعمل رئيس الوزراء او وزير الماليه، لابد ان الامور تعود وتنضبط، خاصه ان ربطها بنقطه مهمه اكتر. قال انا عايز الكلام ده كله، انتوا بتقولوا لي المؤشرات اتحسنت، لكن المواطن مش حاسس بان في تحسن، فعايز كل المؤشرات دي تصب لصالح المستهلك، تصب لصالح المواطن، يحس ان في ثمار. لكن احنا بالظبط كده عامله زي اللي كان راكب اتوبيس والاتوبيس بيتحرك، لو نزل والاتوبيس بيتحرك ما يقدرش يقف بشكل فجائي، لازم يساير اتجاه الاتوبيس وحركه الاتوبيس لغايه ما يبتدي يتوقف ويبتدي يعيش في ثباته بشكل مختلف. فانت ماشي النهارده بنظام قوه الدفع ما بين
نظام كان قديم وفي تراهلات كتير ومحاولة إصلاح بتتم. علشان كده الرئيس كان بيركز قوي على جزئية التضخم. والتضخم يعني إيه؟ يعني ارتفاع الأسعار، وبالتالي عايز الناس ما تعانيش من ارتفاع الأسعار. لكن هم طمنوه بجزء مهم جدا، إن معدل التضخم اللي بيعكس الأسعار ابتدى ينخفض. وهنا بعد إذنك لازم نقول نقطتين. ليه أصلا المعدل ارتفع؟ علشان لما عملنا التعويم الدولار ارتفع من 8.83 إلى 19.19.5 في ظل إن إحنا دولة بتعتمد على حوالي 70% من السلع الغذائية والأساسية والطاقة من الخارج، فبقت الواردات اللي جاية مكلفة، فده ارتفع. بالتالي كمل ده التجار، في كتير من التجار كانوا جشعين، وقالت إذا كانت الدولة رفعت من 8.83 إلى 19 ودع من حوالي 130%، فبعضهم رفع كمان 100%. فده جزء كان مهم جدا، بالإضافة لإلغاء جزء لدعم الطاقة. التلات عناصر دول أثروا، والحكومة ما فعلتش أدواتها في الرقابة على الأسواق. الأربع أسباب دول هم اللي كانوا أثروا. طب النهاردة ابتدت الأمور تتعدل. أيوة، الرئيس كان فترة تانية بيقول إحنا لسه ما استعدناش الدولة، لا النهاردة استعدنا الدولة، والنهاردة بقت الدولة ليها قوة وليها هيمنة وليها أهمية وليها دور وليها طبعا. ده بالإضافة للي شدد عليه سيادة الرئيس بأن المتابعة والتقييم تتمام بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدف والنتائج المرجوة في القريب إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبدو، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر على التعاون مع كافة الشركات العالمية والعمل معها في مختلف المجالات. وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه المديرة التنفيذية للشركة كاتربيلر العالمية جيم إمبلبي إلى حرص الدولة على التعاون مع الشركة بهدف مساهمتها في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، خاصة في مجال السكك الحديدية وتطويرها. كما أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات. بدوره أعرب المدير التنفيذي لشركة كاتربيلر عن اعتزاز الشركة بنشاطها في مصر وتطلعها لزيادته خلال الفترة القادمة، لا سيما في ضوء توفر فرص واعدة في عدد من القطاعات. أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فتح باب استقبال الاستفسارات والاقتراحات من المواطنين اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 15 من يناير الجاري، في إطار مبادرة اسأل الرئيس من خلال الموقع الرسمي للمبادرة. كانت مبادرة اسأل الرئيس قد انطلقت في إبريل 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وحرصا من الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار والتواصل بين المواطنين والقيادة السياسية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة وزير الإسكان مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على أن تتحمل الحكومة فروق التعويضات عن المقاولين والتي تتراوح ما بين 5 و7 مليارات جنيه نتيجة فروق تغيير سعر الصرف بمشروعات الإسكان الاجتماعي. كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة. من أجل تفعيل قانون الاستثمار ولمزيد من فرص العمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة ومركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة. دورها الرئيسي ان هي تطوير المناطق الاستثمارية، تطوير وتأسيس مناطق جديدة حرة، وتأسيس مركز خدمات الاستثمار، لان احنا في اطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وجذب يعني ومشاركة اكبر من القطاع الخاص في الفترة القادمة. إنشاء كليات للطب في محافظة الأقصر وأربع كليات جديدة بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 500 فدان للتوسع في المجالات العلمية المختلفة، أبرز القرارات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء.
كلية للألسن واللغات وكلية للسياحة والفنادق، وبالتعاون مع مستثمرين على مساحة أرض 500 فدان في محافظة البحر الأحمر سوف يتم إنشاء هذه التخصصات على مستوى عالمي باتفاق مع جامعات عالمية. كما أيضا تم الاتفاق على إضافة كلية للطاقة والتعدين والهندسة. ولتوفير نواقص الأدوية في الصيدليات وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوريدها باعتماد من وزارة الصحة يقدر ب30 مليون جنيه. احنا عندنا بنتكلم على حوالي 9 أدوية، الأدوية دول بعضهم أدوية أورام والبعض أدوية أمراض نفسية، وفي الدواء الخاص بالشلل الرعاش اللي هو السينامات. الأدوية ديت فعلا ناقصة في السوق، السبب في النقص هو مشكلة في الأسعار. ولتخفيف العبء على المواطنين وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة التعويضات الناتجة عن ارتفاع أسعار إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير سعر الصرف والتي تصل إلى 7 مليارات جنيه. طمن الحاجزين أنه إن شاء الله هنبدأ الاستعلامات عليهم الإعلان الثامن في الفترة المقبلة اعتبارا من بداية شهر فبراير، وهيبدأ التسليم تباعا من نهاية مارس وحتى نهاية عام 2018 نكون إن شاء الله سلمنا كافة الحاجزين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بهدف تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. الاهتمام بالتعليم العالي عن طريق إنشاء العديد من الكليات الجديدة في محافظتي الأقصر والبحر الأحمر وتوفير الأدوية الناقصة للمواطنين وتفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع بإنشاء العديد من المناطق الاستثمارية في العديد من المحافظات لجذب الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتحمل الدولة ما يقرب من 7 مليار جنيه نتيجة فروق الأسعار في الإسكان الاجتماعي. أبرز القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس الوزراء. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. تواصل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري في محافظات الجمهورية فتح أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية. كما أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري المخصصة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء بما فيها أيام العطلات الرسمية وحتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد في يوم 29 من يناير الجاري. ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على استمرار تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية إلى 514 نائبا، وذلك في ختام يوم ثاني أيام التوقيع. وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب 12 لجنة في إحدى قاعات المجلس للبدء في جمع استمارات تزكية المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وذلك حتى موعد إغلاق باب الترشح من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن أمن البحرين خط أحمر وأن مصر لا تقبل المساس به. وشدد عبد العال خلال لقائه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية المصرية بمجلس النواب البحريني برئاسة النائب عادل عبد الرحمن العسومي على العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أشاد العسومي بمواقف مصر الداعمة لأمن مملكة البحرين. صرح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قرار تشكيل لجنة معنية بتوظيف أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية يعكس حرص الدولة على تخليد ذكراهم تقديرا لتضحيتهم من أجل مصر. وأشار جميل إلى أنه من المقرر أن ينشئ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المتقدمين والوظائف المخصصة لهم مع التزام الجهاز بالحفاظ على سرية تلك البيانات.
حرصا من الدولة على تقدير تضحيات الشهداء والمصابين، عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المعنية بتوظيف المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصاب الثورة والمحاربين القدماء لشرح المستندات المطلوبة للتعيين. الشرط الأساسي أن يكون عائل للمصاب أو عائل للشهيد، لأسرة الشهيد أو الفئات اللي أنا اتكلمت عليها أو اللي أصيبوا في العمليات الحربية أو الأمنية، أن ينطبق عليه أن هو يكون مستوفي لشروط شغل الوظيفة، سواء من حيث المؤهل، سواء من حيث الدورات التدريبية أو خلافه. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن القرار حدد نسبة من مجموع الوظائف لكل وحدة للتعيين. نسبة التعيين في الوظائف الجهاز الإداري الدولة بتكون في حدود 2% من وظائف كل وحدة، دي بخلاف طبعا ودون المساس بالنسبة المحددة للمعاقين ذوي الإعاقة اللي هي 5%. ثلاث جهات رسمية المخول لها حصر وتقديم طلبات التعيين تقوم باستكمال المستندات والتحقق من صحة ما قدم إليها من طالب التعيين. مثلا مصاب عمليات أمنية يبقى وزارة الداخلية هي عارفة أن ده أصيب في حادث أمني أو شرطي، لما يكون مصاب عمليات حربية يبقى وزارة الدفاع هي اللي عارفة وهي الموثقة ده، لما نقول مثلا أحداث ثورة وعمليات إرهابية وشهداء مدنيين يبقى المجلس القومي هو موثق هذا الموضوع وهذا مقيد. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن هذه الفئات تستثنى من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وأنهم سيتقدمون بطلبات تعيينهم إلى الجهات المعنية بشؤونهم التي ستتولى موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل هذه الوظائف. كما أكد أن اللجنة ستتلقى اختيارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة والنظر في طلبات التعيين وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين، فضلا عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية. محمد الخطيب، النيل. عقد اليوم المجلس القومي للمرأة اجتماعه التنسيقي الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس مع سيدات حلايب وشلاتين وقرية أبو رماد بهدف استعراض أوضاع المرأة بالمنطقة. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستقبال تلك المجموعة المميزة للتعرف على احتياجات ومطالب المرأة في حلايب وشلاتين لدمجها داخل أنشطة المجلس، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة بصورة كبيرة تمثلت في تخصيص عام للمرأة المصرية. وأعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة اعتزام المجلس تنظيم تدريب للقيادات النسائية بالمدينة لتعريفهن بدور المجلس وأنشطته وخدمته في مجال التوعية بحقوق المرأة ومسعاه للوصول إلى المرأة في جميع القرى والمناطق الجبلية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة. أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره التنزاني جيستن مهيجا تطلع مصر لاستقبال الرئيس التنزاني في أقرب فرصة ممكنة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك. وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة، وقع شكري ومهيجا على 3 مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الدبلوماسي والسياحة والزراعة. في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا، عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظير التنزاني أغوستين مهيجا جلسة مباحثات، والتي تأتي في ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين. دفء العلاقات التي تربط بين كل من مصر وتنزانيا والاهتمام بتنمية هذه العلاقة، زيارة ناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا ولقائه مع الرئيس التنزاني والتفاهم الذي تم خلال هذه الزيارة يؤشر إلى فترة تشهد بازدهار للاهتمام المشترك والعمل المشترك فيما بين البلدين. وزير الخارجية التنزاني أكد على أهمية العلاقات المصرية التنزانية، مشيرا إلى أنها تعود إلى نصف قرن، حيث تأسست في عهد الرئيس التنزاني نيريري والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. العلاقات بين مصر وتنزانيا علاقات قوية بدأت منذ الستينات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنها شهدت ضعفا الفترة الأخيرة
وبهذه الزيارة نأمل بأن تزدهر العلاقات الفترة القادمة وزيادة التعاون في جميع المجالات، لما لمصر من أهمية ودور كبير في القارة الإفريقية، وهي من ضمن أكبر 5 اقتصاديات في إفريقيا. خلال المباحثات تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في المجالات الدبلوماسية والسياحية والزراعية، وأكد شكري خلالها على أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في تنزانيا في مجالات البتروكيماويات وتصنيع اللحوم والزراعة والطاقة. شهدت ستينات القرن الماضي تواجدا مكثفا من قبل الدبلوماسية المصرية في أفريقيا، كان له الأثر الأكبر على حركات التحرر للبلدان الأفريقية والتبادل التجاري مع مصر. لتشهد الفترة الحالية جولات ومقابلات من قبل الدبلوماسية المصرية مع البلدان الأفريقية، سيكون له الأثر الأكبر على قرارات القضايا الخاصة بأفريقيا في المرحلة القادمة. منذر أبو دوح، النيل. دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان الليبيين إلى إنهاء فترة الانتقال السياسي التي في ليبيا عبر انتخابات ذات مصداقية في عام 2018. وقال فيلتمان خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إن الأمم المتحدة ستدعم العمل باتجاه تنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات والمصالحة الوطنية. وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تدعم بشدة القرارات التي يتخذها الشعب الليبي للحفاظ على السيادة الليبية. والمزيد من المتابعة والرأي والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد محمد السلاك الكاتب الصحفي الليبي. سيد محمد، مرحبا بك. أهلا بك وتحية طيبة لكما ولمشاهدينكم الكرام. كيف ترى حضرتك دور الأمم المتحدة في مساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وهل ستنجح في أن تساهم في جمع الظروف السياسية والأمنية والفنية والتشريعية اللازمة لتنظيم تلك الانتخابات؟ يعني الأمم المتحدة شريك استراتيجي في العملية السياسية الليبية. الأداء في الآونة الأخيرة صار أفضلا، يعني بوجود السيد غسان سلامة، وأيضا بانخراط المجموعة الإقليمية في الملف الليبي على رأسها القاهرة، الأمور تتجه إلى الأفضل. على الأقل الآن هناك إجماع، نجحوا في الحصول على إجماع فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. الآن أصبح لدينا رؤية موحدة حول إجراء الانتخابات، ولكن هناك خلاف حول الآلية. هناك يعني حتى الآن جدل حول قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء ومسودة الدستور الحالية. يعني هذه إشكاليات وسجالات في الداخل ربما ستحل عبر طاولة مفاوضات بين الأطراف المختلفة، لأن دور الأمم المتحدة بالتأكيد يعني هي في النهاية البعثة الأممية. المجتمع الدولي يعني يهتم بالقضية الليبية باعتبار أنها أصبحت قضية تؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، لم تعد تخص الليبيين فقط. نتيجة تداعيات ما يحدث في ليبيا أثرت بشكل سلبي على المحيط الإقليمي والدولي كما أشرنا، يعني الجيران سواء جيراننا من الشرق مصر، من الغرب تونس والجزائر، وأيضا جنوب أوروبا متأثرة من تدفق الهجرة غير الشرعية. هكذا ننظر إلى المسألة. نعم، أشكرك شكر جزيل الكاتب الصحفي الليبي محمد السلاك متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قال القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي بشأن الأزمة السورية، كما لم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف 9 المقرر عقدها خلال الشهر الجاري. كان رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري قد أعلن أن جولة جديدة من المباحثات حول النزاع السوري ستعقد في 21 من يناير الجاري في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تستمر لثلاثة أيام. من جانبه أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيتا
عن أمله في أن تشارك المنظمة الدولية في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية في 29 و33 من يناير الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد شريف شحادة الباحث بمركز دمشق للدراسات. يعني أستاذ شريف، يعني ما الذي يمكن أن تجديه جنيف 9 أو سوتشي خاصة بعد جولات سابقة من المفاوضات تحديدا في جنيف لم تؤتي الثمار المرجوة، بالإشارة كذلك إلى اللقاءات التي يعني يعقدها المبعوث الأممي لربما يعني تمهيد الطريق لجولة جديدة من مفاوضات قد لا تلحق بسابقتها من حيث الإخفاق، ما الجديد الذي ربما تأتي به الجولة المزمعة؟ أولا أيوة أستاذ شريف، مؤتمر موسع جدا يبحث في أفق العملية السياسية في سوريا، فسينضم إليه كل الأطراف، سيكون أكثر عددا، سيكون أكثر طرحا للمسائل المعالقة في سوريا، سيكون هناك انفتاح للحكومة السورية والمعارضة، سيكون هناك دعم روسيا من أجل الوصول إلى حل سياسي، وهناك كما شاهدنا توجه روسي لدعوة الأمم المتحدة للحضور. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر سيكون مهما جدا لجهة تلاقى السوريين بين المعارضة والحكومة السورية، وعندما أقول معارضة بمعنى معارضات لا تقتصر على معارضة الرياضة والسائرة، كل من له رأي سوف يشارك. وأعتقد أنه سيكون جيد أن يبحث كل الأطراف في مسألة سوريا المستقبل، التشكيل السوري الآلية في حساب السورية وكل هذه الأمور، وبالتالي سيكون مؤتمر منفتحا وليس مغلقا، وسوف يؤدي كما نتمنى الى نتائج سوف تنعكس على مؤتمرات قادمه، وسوف يفتح الباب امام حضور سوري مستقبلا لجميع المعارضات في اي مكان. لذلك مشكله هي مشكله يعني كبيره، اولا هي مقتصر على معارضه واحده تدعي تمثيل الشعب السوري، هذا مشهد بحق الشعب السوري. ثانيا ان قضاياها معلقه في حتى هذه اللحظه في بحث إمكانية يعني حل النزاع بين الجانبين حتى تم يصل. يحصل عن في سوتشي هناك تركيز على محاربة الإسلامي المشير يضربها الإرهاب منذ سبع سنوات كما يضرب المنطقة برمتها. في جنيف حتى هذه اللحظة لم يحط موضوع الإرهاب، بمعنى سوف يكون يعني بابه مفتوح لكل المعارضات، سوف يكون منفتحا على كل النقاشات، وبالتالي أعتقد أن السوريين يعني في حل أو بداية حل في مؤتمر. أشكرك جزيلا سيد شريف شحادة الباحث بمركز دمشق للدراسات. أفاد ناشطون سوريون بأن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي المعارضة وعناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي في ريف درعا جنوبية سوريا. يأتي ذلك بينما جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية جراء استهدافها بثلاث قذائف صاروخية في شمال الخط في مدينة درعا. من جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على 16 قرية وبلدة في ريفي إدلب الجنوبي الغربي وحماة الشمالي الشرقي بعد معارك مع إرهابيي جبهة النصرة وفصائل مرتبطة بها. قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية تقوم بتدريب عناصرها لاستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي إن هناك أطرافا إقليمية توفر تقنيات متقدمة للميليشيات الحوثية بهدف إطالة زمن القتال في البلاد. ودعا المالكي في الوقت نفسه الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة الذي بات منطلقا للأعمال الإرهابية ضد حركة الملاحة الدولية، كما أعلن أن المنافذ الإغاثية لليمن لا تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية.
شن التحالف العربي غارات جديدة على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة صعدة وحجة باليمن. وقصف التحالف مواقع عسكرية في صنعاء ومحيطها تركزت على معسكري الصواريخ والدفاع الجوي في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الجيش اليمني سيطرتها على سلسلة جبال الحسينات ووادي سرحان بمحافظة الجوف، في حين اقتحمت ميليشيات الحوثي عددا من شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا لنهبها. غارات جديدة شنها التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة صعدة وحجة باليمن، حيث قصف مواقع عسكرية في صنعاء ومحيطها تركزت على معسكري الصواريخ والدفاع الجوي، وذلك بعد تحليق مكثف لمقاتلات التحالف. في غضون ذلك أعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على سلسلة جبال الحسينات ووادي سرحان بمحافظة الجوف، كما استعادت القوات مدعومة بطيران التحالف العربي عدة مناطق في محافظة البيضاء. في سياق متصل أعلنت مصادر يمنية فرض ميليشيات الحوثية حراسة مشددة على منزل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في صنعاء، وأنها تقوم بتفتيش سيارته أثناء الدخول والخروج، فيما تقوم ميليشيات الحوثي بمرافقة تحركات الراعي بعربة عسكرية وعدد من عناصرها، كما أنها تقوم أيضا بتفتيش النساء بواسطة عناصر نسائية تابعة لها. ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي تخشى مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء، حيث ترى أنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح. يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه ميليشيات الحوثية عددا من شركات الصرافة في صنعاء تمهيدا لنهبها، بعد ساعات من إعلان المتمردين حالة استنفار قصوى للتجنيد الإجباري في أوساط الشباب وطلاب المدارس. كذلك تسعى ميليشيات الحوثية إلى إعادة تجميع قوات الأمن المركزي للقتال في صفوفها. تزامنا أعلنت مصادر عسكرية يمنية انشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة العقيد الركن هاني قيوع والتحاقه بقوات الشرعية اليمنية. وأكدت المصادر أن قيوع وصل إلى عدن ويتجه إلى جبهة الساحل لمواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وكان قيادي حوثية مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن قد أعلن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية، مبدياً استعداده للعمل مع قوات التحالف العربية بقيادة السعودية. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد: موسكو تؤكد دعمها لاستمرار الاتفاق النووي الإيراني، وطهران تهدد بتسريع تخصيب اليورانيوم حال انتهاك واشنطن للاتفاق. نتواصل في هذه الساعة الإخبارية ونتحول إلى ساحة المال والأعمال. الزميل مصطفى منزار في انتظار حضراتكم، أهلا بك مصطفى. أهلا بك أيمن، وشكرا لك وشكرا لك ريهام. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية نتابع فيها بعد هذا الفاصل. وزير البترول يكشف عن حزمة مشروعات جديدة لزيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتوغاز. أهلا بكم وإلى تفاصيل نشر الاقتصادية. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حزمة من الإجراءات لزيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاغاز من خلال عدد من المشروعات الجديدة،
وأوضح الوزير خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الغازات البترولية بتروجاز، أوضح أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء صهاريج جديدة والخطوط المرتبطة بها، وإضافة وحدات إنتاج للبتروجاز إلى معامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلي، ومد خطوط أنابيب جديدة لربط الساعات التخزينية للبتروجاز بخطوط الشبكة القومية لتوزيع وتداول المنتجات البترولية. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ب 4.9% في العام الجاري مقابل 4.4% في عام 2017، وكذلك توقع البنك أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري عام 2019 إلى 5.6%. البنك أرجع تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومنها تحسين القدرة التنافسية، وأوضح أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفق للاستثمارات والصادرات القوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر من عام 2016. أعلن البنك المركزي المصري اليوم تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر ديسمبر إلى 19.8% مقابل نحو 25.5% في نوفمبر السابق له. وكذلك كشفت بيانات البنك المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. أشارت البيانات إلى أن التضخم بلغ خلال ديسمبر نحو 266.8 نقاط، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر عام 2015، مشيرة إلى أنه زاد على أساس سنوي ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2016. نتحول إلى البورصة المصرية والتي سجلت مستويات تاريخية جديدة على صعيد مؤشراتها ورأس مالها السوقي لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من تواصل عمليات الشراء القوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. قابلها عمليات بيع للمستثمرين المصريين، وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه ليصل إلى 840 مليار جنيه، وهو رقم تاريخي جديد، وبلغ إجمالي تداولات السوق 2.3 مليار جنيه. في سوق النقد الدولية هبط الدولار الأربعاء بعد تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن الصين مستعدة لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها لتسجيل العملة الأمريكية ليسجل أكبر انخفاض يومي مقابل الين في نحو 8 أشهر. هذا وتراجع الدولار بأكثر من 1.2% إلى 111.3 ين مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر، ومقابل سلة عملات هبط الدولار 0.6% مسجلا أكبر انخفاض له في شهر كامل. في أسواق المعادن النفيسة قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر الأربعاء تأثرا بهبوط الدولار لمستوى قياسي منخفض مقابل العملة اليابانية وانخفاضه أمام اليورو، مما جعل الأصول المقاومة بالعملة الأمريكية ترتفع، وبدد ذلك أثر ارتفاع في عوائد السندات. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية، نعود مجددا للمتابعة في الأخبار السياسية مع الزملاء ريهام رجائي وأيمن السيد. إليك. شكرا جزيلا لك مصطفى على هذه القراءة الاقتصادية، ونواصل تقديم أنباء البانوراما، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستدافع عن استمرار بقاء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وأن موسكو تتفق مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تفيد بالتزام إيران بالاتفاق. وأكد سيرجي لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة الروسية موسكو، أكد أنه من المهم أن يتم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
هدد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتسريع طهران عملية تخصيب اليورانيوم حال ما انتهكت واشنطن الاتفاق حول النووي الإيراني. وحذر المسؤول الإيراني من أنه إذا لم يتم تمديد نظام رفع العقوبات فإن ذلك سيكون انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم ستتخذ إيران الخطوات اللازمة. حذرت إيران من أنها ستخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأن تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على طهران بموجب الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015. إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها ولم توقع على اتفاق تمديد الإعفاء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول منتصف يناير الجاري بموجب الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإيرانية سوف تخفض مستوى تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وتتخذ إجراءات أخرى تصعيدية. وكانت إيران قد وقعت عام 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر الماضي رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، حيث يعتبر ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما إنجازا لسياستها الخارجية. إلا أن ترامب لم يتعهد بتفعيل العقوبات على إيران، كما لم يلغي الاتفاق مفضلا إحالة الملف بكامله إلى الكونغرس الأمريكي لمعالجة العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق حسب وصفه، وتنتهي مهلة الإبقاء على رفع العقوبات عن إيران بحلول 15 من يناير الجاري. ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق النووي، وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، حيث تتهم الحكومة الإيرانية ترامب بالسعي للقضاء على الاتفاق النووي، ويخالفه في ذلك حلفائه الأوروبيون الذين يرون ضرورة التمسك بالاتفاق. يشار إلى أن القوى الست الكبرى كانت على الدوام تتهم إيران بالسعي لاستغلال برنامجها النووي لحيازة السلاح النووي، وهو ما ترفضه طهران، وتصر على أن برنامجها النووي سلمي محض ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية. وصلنا لمحطة الأنباء الرياضية في هذه البانوراما. أصحابكم في هذه الجولة مع الملاعب الرياضية المختلفة الزميلة رغدة أبو ليلى، إليك يا رغدة. شكرا لكم أيمن وريهام.